السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة مامي في البيت. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس محشية باللحمة المفرومة إن شاء الله. وصفة سهلة وسريعة، يا رب تنال إعجابكم. قبل ما نبدأ حبايبي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل وصفاتي. شايفين معايا يا حبايبي جمال البطاطس بتاعتي شكلها إزاي؟ بجد حاجة كده وهم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه زي ما شايفين معايا، انا جبت عندي الحله، حطيت عندي فيها هنا عندي سمنه بلدي، ممكن تحطي زبده ممكن تحطي زيت زي ما تحبي. هبدا كده عندي انزل اللحمه المفرومه، دي لحمه انا فرمها عندي هنا في البيت. هنبدا اول حاجه نعصق اللحمه زي ما شايفين معايا كده بالشكل ده. انا هنا عندي عامله كميه لحمه كتيره علشان انا هستخدمها هعمل بيها اكتر من حاجه، تمام؟ لكن عندي البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه ما بتاخدش لحمه كتير، بتاخد كميه قليله جدا. زي ما شايفين معايا كده انا عندي هشوح اللحمه. بعد كده عندي زي ما شايفين معايا هنزل بكميه البصل، ده عندي بصل انا بشراه عندي او انا فرماه عندي في الكبه زي ما شايفين معايا، هنزل بيه على اللحمه المفرومه، تمام؟ طبعا انت بتستخدمي الكميه اللي انت هتحتاجيها في عمل البطاطس، يعني ممكن تحتاجي حوالي كده ربع كيلو من اللحمه المفرومه زي ما شايفين معايا. بعد كده عندي التوابل، ملح وفلفل، كزبره ناشفه، معايا كمان بهارات بتاعه اللحمه. هبدا كده عندي انزلهم على اللحمه المفرومه، بعد كده هقلبهم كويس جدا، تمام بالشكل ده. بعد كده انا جهزت كمان فلفل اخضر زي ما شايفين معايا، انا عندي فرمته في الكبه كده فرمه خفيفه بالشكل ده، ممكن كمان تقطعيه صغير يعني زي ما تحبي. هبدا بعد كده عندي هقلبه مع اللحمه والبصل، وهقلبهم مع بعض كده كام تقليبه زي ما شايفين معايا كده حبايبي. اهو كده عندي خلاص زي ما شايفين اللحمه المفرومه بتاعتي جاهزه واستوت تماما بالشكل ده. بعد كده هنبدا نجهز البطاطس. طبعا احنا بننقي البطاطس الصغيره خالص زي ما شايفين معايا، بقشرها عندي بالمقشره، لو مش موجوده عندك المقشره ممكن تقشريها عادي بالسكينه، اهم حاجه تقشريها كده يعني القشره بتاعتها تكون رفيعه، تمام؟ انا كده عندي اهو بقشر البطاطسايه بالشكل ده، تمام. بعد كده هقطع كده الجزء اللي من فوق، تمام، وهقطع كمان عندي الجزء اللي من تحت علشان دي القاعدة بتاعة البطاطسية. بعد كده جبت عندي المقوار بتاع البتنجان والكوسة، وهبدأ كده عندي هقور البطاطسية من جوه زي ما شايفين معايا كده حبايبي بالشكل ده. اهو بالشكل ده بالشكل ده خلاص اهو. انا بعمل كل الكميه بالطريقه دي زي ما شايفين معايا كده حبايبي. انا خلصت عندي كل كميه البطاطس، عندي كمان دي الحاجات اللي انا طلعتها من البطاطس من جوه، طبعا مش بنرميها ولا حاجه، احنا هنفرش بيها الارض بتاعه الصينيه. انا عندي هنا الصينيه البايركس دي، هفرش كده عندي من غير محمر ولا اي حاجه، هفرش كده عندي الحاجات دي. دلوقتي انا حاطه عندي الزيت، حطاه عندي على النار، تمام، مستنيه يسخن، وبعد كده هبدا عندي اشوح البطاطس اللي معايا زي ما شايفين معايا كده حبايبي. عندي الطاسه بتاعتي سخنت، هحط عندي فيها كده البطاطس وهبدا كده اشوحها يمين وشمال وخلاص زي ما شايفين معايا كده حبايبي. اهو عندي هحمرها على الناحيه اللي من تحت، وبعد كده هقلبها على الناحيه اللي فوق، بعد كده هطلعها واصفيها على مناديل ورق زي ما شايفين معايا كده حبايبي. هاخد كده عندي كده معلقه بس كده من اللحمه المفرومه، هبدا كده عندي احطها كده في الارضيه من تحت مع البطاطس عشان تتاكل معايا كده للعيش، تمام. هاخد كده معلقه كمان، تمام، زي ما شفتم معايا بالشكل ده كده خلاص. بعد كده عندي هبدا احط البطاطس
تكونش فيه معايا كده حبايبي. انا طلعت كده عندي اول كميه، هبدا كده عندي احشيها باللحمه المفرومه. تمام الشكل ده اهو. طبعا هي سخنه، انا مش قادره ان انا امسكها بس علشان مستعجله. زي ما شايفين كده معايا خلاص، هبدأ بعد كده عندي هرص فيه الصينية بتاعتي. تمام بعد كده هعمل واحدة كمان معاكم، بحط عندي فيها كمية من اللحمة المفرومة. زي ما شايفين معايا ما بتاخدش لحمة مفرومة كتير، حباها قليلين. بعد كده هنجهز مع بعض الصلصة. دي صلصة عندي بايتة من امبارح، كنت عملت بيها الفتة معاكم. عملتها ازاي؟ انا جبت عندي حبة زيت، حطيت فيهم توم مفروم مع ملح وفلفل وكزبرة ناشفة، شوحت التوم مع الزيت. بعد كده عندي نزلت عليهم بعصير الطماطم زي ما شايفين معايا كده بالشكل ده، لحد ما تقلت معايا الصلصة بتاعت الطماطم. بعد كده معايا انا حطيت هنا كده حوالي كده 3 معالق كبار اللي هي المغرفة من الشوربة، وقلبتهم مع عصير الطماطم اللي معايا او صلصة الطماطم اللي شفتوها معايا. تمام وبعد كده عندي هبدأ كده اوزع الصلصة على البطاطس من فوق. تمام واحط كده عندي على الوش من فوق علشان عندي تاخد البطاطس معايا لون كده محمر وجميل. شايفين معايا حبايبي بالشكل ده. زي ما شايفين كده معايا حبايبي دلوقتي عندي الفرن بتاعتي طبعا سخنه، انا دلوقتي هدخلها عندي الفرن على درجه حراره 260، اعلى درجه حراره في الفرن، وبعد كده هطلعها لما تستوي. وزي ما شايفين معايا كده حبايبي دي عندي صينيه البطاطس بعد ما خرجت من الفرن. شايفين معايا شكلها ازاي ولونها الجميل، بجد حاجه كده بجد وهم. شايفين معايا حبايبي. وبكده خلصت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل وصفاتي.